يا يما أنا وايد تعبت، خلاص وايد تعبت، الربع يسوون فيني كذي. يا يما لا تقولين كذي يا حبيبتي. أنا صدق تعبت، خلصت طاقتي. يا يما يا حبيبتي الحياة هي كذي، مرة مستانسين ومرة متضايقين. بس يا يما هذا الأكثر من خواتلي، ترضين أنتي يسوون فيني كذي؟ ترضين يكسرون فيني؟ خلصت طاقتك، انتي تليفوني ينشحن ولا لابتوب؟ شنو خلصت طاقتك يا حبيبتي؟ وبعدين انتي تدرين يا يمه انا اقدر اخفف عنك وايد اشياء انتي تبينها، بس هذيل الناس شلون انا اقدر اغير فيهم اطباعهم؟ يعني شنو تبيني اسوي؟ يمه يا حبيبتي فهميني، الحين التليفون اذا ما في شحن مو لازم نحطه على الكهرباء عشان يصير في شحن؟ الإنسان أو الكائن الحي نفس الشيء حبيبتي، ما يختلف وايد، هم يرد حق المصدر اللي يستعيد منه طاقته. يعني شنو بتحطيني على الكهرباء؟ وي بسم الله عليك يا يمه، لا يا حبيبتي مو كذي.